هنتكلم عن ال الهاب ترانسبورت، احنا كنا اتكلمنا عنه بس في كام تركية كده عايزين ناخدها مع بعض النهاردة. الهاب ترانسبورت، الهاب ترانسبورت احنا قلنا الرول اللي اسمه الهاب ترانسبورت ده وظيفته ايه؟ احنا قلنا وظيفته عظيمة. ايه هي؟ ها، ده اللي مسؤول ان هو يعمل راوتينج للمساجز from mailbox to another mailbox. بص يا سيدي، احنا عارفين ان احنا عندنا حاجة اسمها الهاب ترانسبورت رول، وان الهاب ترانسبورت رول ده اللي مسؤول ان هو يعمل راوتينج للمسج من ميل بوكس الميل بوكس تاني، ايا كان التو ميل بوكسز دول مع بعض على نفس السيرفر او على سيرفرز مختلفه، وايا كان التو ميل بوكسز دول موجودين في نفس الاورجنايزيشن او في اورجنايزيشنز مختلفه. بمعنى لو انا عندي مثلا واحد اسمه احمد سرحان اهو، لو جيت هنا في الريسيبينت كونفيجريشن ميل بوكسز احمد سرحان، احمد سرحان ده يوزر ميل بوكس، ده موجود على السيرفر ده صح. احمد سعيد، احمد سعيد ده انذر يوزر ميل بوكس موجود على نفس السيرفر، مش هتفرق معايا مين فيهم موجود في اني ستورج، دي مش فرق، المهم ان هما الاثنين موجودين على نفس السيرفر. احمد سرحان ده لما يحب يبعت مسج لاحمد سعيد اللي مسؤول عن القصه دي الهاب ترانسبورت، ماشي. طب فرضنا احمد سرحان ده كان موجود على ميل سيرفر واحمد سعيد كان موجود على انذر ميل سيرفر، زي سيناريوز كتيره، زي مثلا عندي ميل سيرفر في المين اوفيس وميل سيرفر في البرانش، عندي اتنين ميل سيرفرز في نفس اللوكيشن، انما عامل لود بالانس يعني مخلي شويه ميل بوكسز موجوده هنا وشويه ميل بوكسز موجوده هناك، فاهم؟ برضو نفس الحوار بالظبط، لو احمد سعيد حب يكلم احمد سرحان تمام، او احمد سرحان حب يكلم احمد سعيد هيحتاجوا ان هم يتكلموا عن طريق الهاب ترانسبورت رول. لا لا، اللود بالانس حاجه والراوند روبن دي حاجه تانية هنتكلم فيها بعدين، ماشي. انا بتكلم هنا لود بالانس مش معنى اللي هو النتورك لود بالانس، انا بتكلم هنا مفهوم اللود بالانس ان انا قررت كل ما البيت بتاعي يبقى سله واحده، لا عملت سلتين. ازاي عملت؟ اتنين سيرفرز وكل سيرفر منهم بيلعب الرول اللي اسمه ايه، ميل بوكس سيرفر رول. بمعنى ان انا لما باجي اكريت ميل بوكس ليوزرز معينه، مره بحط واحد على الميل سيرفر ده ومره بحط واحد على الميل سيرفر الثاني، عادي خالص في نفس الاورجنايزيشن الاثنين، ماشي. فمش اديشنال، ده كده مش اديشنال، لان مفهوم الاديشنال ده هو كلمه اديشنال دي مفهومها مختلف شويه عن الكونسبت اللي انا بتكلم فيه. يعني مثلا لما تيجي تقول لي اديشنال دومين كنترولر، ده سيرفر بينزل بينهرت او بيكوبي الداتابيز اللي موجود عند البرايمري، فاهم؟ انما لما اجي اعمل واحد او انذر اكستشينج جوه الاورجنايزيشن عندي، ما بينزلش ياخد كوبي من الميل بوكسز اللي موجوده عند البرايمري، لا هو بينزل فاضي، وانا بعد كده لما بكريت ميل بوكسز انا ممكن احطها هناك، او ممكن اموف ميل بوكس من السيرفر ده احطه على السيرفر ده، فاهم؟ فاصبح ده شايل شويه ميل بوكسز وده شايل شويه ميل بوكسز، انما مش واحد. دي قصة تانية يا عبد الرحمن، ما تلخبطش نفسك. النيم ايه؟ يعني ايه بينهرت النيم؟ ده اسمه ميل 1 وده اسمه ميل 2. هو بينهرت الايميل ادرس بوليسي، اصلا ان هما كلهم بيبقوا ات abc.com مثلا، فاهم؟ فاهم؟ انما ده اسمه ميل 1 وده اسمه ميل 2، ده الاي بي ادرس بتاعه 200 وده 201، فاهم؟ انت لما بتيجي حضرتك تكريت ميل بوكس، الله يفتح عليك، هتقول له يوزر ميل بوكس نيكست نيو يوزر مثلا، مثلا يعني بص هنا، ها الميل بوكس داتابيز، الداتابيز دي المقصود بيها ايه؟ الستور اللي هو الدوت اي دي بي فايل، ماشي؟ مفهوم الكلام؟ بص هنا لما اقول له براوز جاب لي ايه؟ ها جاب لي لسته بكل الستورز، مش الستورجز، الستورز اللي موجوده عندي، تمام؟ ليه؟ لان ما عنديش غير السيرفر ده
ما عنديش غير السيرفر ده. انتوا عارفين لو كان عندي انذر سيرفر كان لازم يسالني الاول انت عايز تكاريت الميل بوكس ده على اني سيرفر فيهم، ولما حدد له السيرفر يجيب لي لسته بالستورز او الميل بوكسز داتابيزز اللي موجود على السيرفر ده. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فانت بتبدا تشاور على مين؟ بتبدا تشاور على المكان اللي انت عايز تخزن فيه الميل بوكس بتاعك، فاهم؟ فوارد جدا ان انا يكون عندي اكتر من ميل سيرفر في نفس الاورجنايزيشن، وناس كتير عامله الموضوع ده. هو ماليش علاقه بقصه الافيلابيليتي، انا ما بتكلمش على الافيلابيليتي، انا بتكلم دلوقتي ان انا ما عنديش ميل سيرفر واحد يقدر يهندل العدد اللي موجود عندي، الهاردوير بتاعه ضعيف، الهاردوير بتاعه ضعيف، فببدا ان انا استعين بانذر سيرفر. او ممكن انا اصلا لما بديت حياتي مع الاكستشينج كان عندي اكستشينج سيرفر موجود على سيرفر ضعيف شويه، تمام، فجبنا سيرفر تاني مفيش ما يمنع، بقى عندي اتنين سيرفرز في الاورجنايزيشن، ميل سيرفر 1 وميل سيرفر 2، مفيش اي مشكله في الموضوع ده، ماشي. فالقصه اللي انا بقولها بقى، احنا بنحكي القصه دي كلها ليه؟ بقول لك ان وارد ان انت يكون عندك ميل سيرفر ماشي عليه ميل بوكس وميل سيرفر تاني عليه انذر ميل بوكس، ماشي، حلو. الاثنين دول بقى يقدروا يكلموا بعض ولا ما يقدروش يكلموا بعض؟ تعال نرجع بالهيستوري شويه لايام 2000 2003، الاثنين دول يقدروا يكلموا بعض اللي هم التو ميل يوزرز دول في حاله واحده بس، ايه؟ لو التو ميل سيرفرز مع بعض ان ذا سيم راوتنج جروب. كان زمان ايام 2003 كان في حاجه اسمها راوتنج جروب، عارفين الاكتف دايركتوري سايتس؟ شبهها بالظبط، لما يكون عندك اتنين دومين كنترولرز مع بعض ان ذا سيم سايت يريبليكيتوا مع بعض وقتي. انما لو عايز واحد من دول يتحط في سايت والتاني في انذر سايت وعايزهم يريبليكيتوا، لابد انك هتكريت سايت لينك ما بينهم يريبليكيتوا فوقيه، وتحدد بقى ريبليكيشن انترفال وريبليكيشن كوست والكلام ده، ماشي، قلنا الكلام ده قبل كده، فاهم؟ نفس القصه بالظبط عمل مع الكونسبت دهوت على الميل سيرفرز ايام 2003. لو انت عندك ميل سيرفر موجود في راوتنج جروب وانذر ميل سيرفر في انذر راوتنج جروب، لابد انك تكريت ما بينهم حاجه اسمها راوتنج جروب كونكتور او اس ام تي بي كونكتور. ده كانوا نوعين، راوتنج جروب كونكتور او اس ام تي بي كونكتور. كونكتور الكونكتور دهوت كان وظيفته ايه؟ وظيفته ان الايميلات تبقى رايحه جايه عليه ما بين التو سيرفرز دول. ولو كان عندي اكتر من سيرفر في راوتنج جروب ده واكتر من سيرفر في راوتنج جروب ده، كنت بحدد من هنا ماستر وحدد من هنا ماستر، هما اللي يسندوا لبعض الميلز زي البريدج هيد في الكونسبت على الاكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، ماشي، مفهوم الكلام؟ حلو. ايام ال 2003 الوضع كان خنيق شويه، ليه؟ زي ما بقول لك لازم تكريت بقى كونكتور وتحدد فوق الكونكتور ده التايم اللي التو سيرفرز يقدروا يبعتوا لبعض ايميلات فيه، ومين هنا يبعت ومين هنا يبعت، والايميل ادرس بتاعنا ايه، والكلام ده كله، فاهم؟ قال لك طب مش هو الكونسبت دهوت هو نفس الكونسبت بتاع الاكتف دايركتوري ريبليكيشن؟ طب ما نعتمد على الاكتف دايركتوري ريبليكيشن في الحل ده، في الموضوع ده. فعملوا القصه دي بقى في 2007، قال لك احنا لو عندنا اكتر من ميل سيرفر، ميل سيرفر من هنا عايز يكلم ميل سيرفر من هنا، مفيش ما يمنع، فاهم؟ يعني لو في ميل سيرفر في سايت في اكتف دايركتوري سايت وفي انذر ميل سيرفر في انذر اكتف دايركتوري سايت، واحد من هنا عايز يكلم واحد من هنا، مفيش ما يمنع ان التو سيرفرز دول يتبادلوا مع بعض الاس ام تي بي ترافيك، ماشي. بس هناك في 2003 كنا بنحتاج كونكتور الايميلات تمشي عليه، تمام. قال لك في 2007 لا، احنا هنعمل حركه ظريفه قوي، احنا هنخلي في كل اكتف دايركتوري سايت سيرفر يلعب رول اسمه الهاب ترانسبورت رول. هو ده اللي وظيفته انه يروت الميلز من سايت تو انذر سايت، مفهوم؟ طب ايه التوبولوجي اللي هيستخدمها علشان يسند الميلز عليها؟ قال لك التوبولوجي بتاعت الاكتف دايركتوري، من الاخر الاكتف دايركتوري سايت لينك. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ فاذا مش محتاج ان انا اعمل كونكتور، مش محتاج، ما بقاش عندي حاجه اسمها كده، بس لازم في كل اكتف دايركتوري سايت يبقى عندي هاب ترانسبورت سيرفر. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ ماشي. واحنا اوريدي منزلين هنا الهاب ترانسبورت، يعني واحنا بنسطب الاكستشينج احنا قلنا له احنا عايزينك تبقى ميل بوكس سيرفر رول وكلاينت اكسس سيرفر رول وهاب ترانسبورت سيرفر رول، صح؟ حلو. هل الهاب ترانسبورت وظيفته مقتصره ان هو يروت الميلز
between two mail boxes على different servers. قال لك لا، الهاب ترانسبورت كمان مسؤول ان هو يروت الميلز ها ما بين تو ميل بوكسز على نفس السيرفر. يعني احمد سعيد واحمد سرحان الاثنين مع بعض على نفس السيرفر، انما ما فيش ولا واحد فيهم يقدر يبعت للتاني الا اذا ها الا اذا ايه كان فيه هاب ترانسبورت. لازم لازم، وانت ممكن تخليه سيرفر مستقل بذاته. ماشي، هتلاقي سيرفر مستقل بذاته. وخلي بالك من حاجه مهمه قوي، لو نزلت سيرفر الهاب ترانسبورت رول خليته يلعب هاب ترانسبورت رول، لما تفتح المانجمنت كونسول بتاع الاكستشينج مش هتلاقي الكلام ده بقى، مش هتلاقي بقى الاستورجز والستورز والكلام الفاضي ده. ليه؟ لانها مش بتاعته، مش بتاعته الحته دي، دي بتاعت الايه الميل بوكس سيرفر رول. تظهر عندنا بس علشان ايه يعني لو نزلته لوحده، لو خليته سيرفر ديديكيتد للهاب ترانسبورت بس، هو ده بس اللي يظهر. ده المفترض، المفترض اللي هيظهر الشغل بقى بتاع الهاب ترانسبورت. هنا في هاب ترانسبورت على مستوى الاورجنايزيشن، وفي هاب ترانسبورت على مستوى السيرفر، فاهم؟ انما الاستورجز والستورز مش هتبان، تبان ليه؟ طيب يبقى اذا في كل سايت هتحط لي هاب ترانسبورت. طيب لما اجي اتكلم على الافيلابيليتي بتاع الهاب ترانسبورت، خلي بالك انت هتبص تلاقينا خلصنا الافيلابيليتي من غير ما تحس. لما اجي اتكلم على الافيلابيليتي بتاعه الهاب ترانسبورت، يعني يعني انا خايف الهاب ترانسبورت بتاعي لو وقع الدنيا تقع، ما هو من غيره ما ينفعش، محدش هيعرف يبعت ايميلات، فاهم؟ اعمل ايه؟ الهاب ترانسبورت اولا ملوش علاقه ما يسمى بكلمه كلاسترنج. ليه ملوش علاقه بيها؟ ملوش علاقه بيها ليه؟ لان الكلاسترنج، مفهوم الكلاسترنج ده هوت ها مفهوم يخص سيرفر عليه داتابيز، مفهوم. والهاب ترانسبورت ملوش علاقه بالداتابيز، اللي له علاقه بالداتابيز الميل بوكس سيرفر رول، هو اللي عنده الاستورجز وعنده الستورز، تمام؟ فالهاب ترانسبورت ملوش علاقه بالقصه دي خالص. يبقى اذا الكلاسترنج فكسان، موضوع فكسان. هتقول لي باك اب وريستور، باك اب ايه وريستور ايه وانا عندي داتا؟ هتقول لي نتورك لود بالانس. النتورك لود بالانس زي ما هناخد مع بعض ان شاء الله بيكون بتوين تو سيرفرز اصلهم ويب. بعمل حاجه اسمها ان ال بي، ممكن اعملها اب تو 32 نود. بجيب تو سيرفرز بخليهم ايدنتيكال زي بعض، نفس الويب سايت عليهم، واعمل ما بينهم حاجه اسمها نتورك لود بالانس، بحيث ان الراجل لما يجي يكلم يكلم واحد معين، الواحد ده ما ردش التاني هو اللي يرد، فاهم؟ هنشوفها مع بعض. فدي طبعا ما تنفعنيش. ليه؟ هو الهاب ترانسبورت له علاقه بالويب، والهاب ترانسبورت هو اللي انا بكونكت عليه عن طريق الويب علشان اكسس الميل بوكس بتاعي ولا الكاس. يبقى ايه اللي بقى لنا؟ الفيزيكال افيلابيليتي. يعني ايه فيزيكال افيلابيليتي؟ يعني يكون عندك اكتر من جثه في نفس المكان. من الاخر يعني يكون عندك اكتر من هاب ترانسبورت في نفس السايت، ما هو ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. انا خايف لو هاب وقع ها الدنيا تقع، صح؟ خلاص حط لي اتنين هاب ترانسبورت، ايه المشكله؟ نزل اتنين سيرفرز وقول لهم انتوا بتلعبوا هاب ترانسبورت بس، فكده هيبقى في افيلابيليتي، صح؟ صح ولا غلط؟ ومين اللي بيكلم الهاب ترانسبورت؟ الاكتف دايركتور. والهاب ترانسبورت بيكلم مين؟ الاكتف دايركتور. فسيبهم مع بعض هم يحلوا المشكله دي، لو واحد وقع التاني يرد. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ ماشي؟ يبقى اذا في نفس السايت هنحط مور ذان 1 هاب ترانسبورت، حلو؟ طيب يبقى احنا عرفنا اهميه الهاب ترانسبورت، وعرفنا الافيلابيليتي بتاعته شكلها هيبقى عامل ازاي. طيب ايه اللي هيقدمه لي الهاب ترانسبورت علشان خاطر يفيد الاورجنايزيشن بتاعتي؟ هو فادني في حاجه خلاص كانت موجوده في 2003 واتلغت، ان هو يقدر يروت المسجز ما بيني ما بين السيرفر بتاعي وما بين سيرفر تاني في انذر لوكيشن، او ما بين اتنين ميل بوكسز على نفس السيرفر، او ما بين ميل بوكس على السيرفر بتاعي وميل بوكس على ياهو او هوت ميل او جيميل او اي ايا كان،
يعني لو انت عايز تبعت ميل لبره لهوت ميل او ياهو او بتاع، هو الهاب ترانسبورت برضو، انت بتدي الهاب ترانسبورت والهاب ترانسبورت بيتكلم بالاس ام تي بي ترافيك لو انت فاتحها له على الفاير وول، تمام، يطلع يكلم بره الايه الدي ان اس ويسال يا جماعه الدومين اللي اسمه ياهو دوت كوم، الدومين اللي اسمه هوت ميل دوت كوم، الام اكس ريكورد بتاعه فين؟ فهم كده؟ يا اما تخليه يرمي على سمارت هوست. سمارت هوست يعني ايه؟ انذر اكسشينج سيرفر بره وليكن عند سيرفيس بروفايدر. بس هو باي ديفولت لما بيجي له ميل، الميل ده الدومين نيم بتاعه خارج الاورجنايزيشن، بيبدا يبص على الدي ان اس بره، يكلم الدي ان اس يقول له يا دي ان اس من فضلك لو سمحت قول لي الام اكس ريكورد بتاع ياهو دوت كوم ايه. فطبعا الراجل بتاع ياهو بيبقى عامل ريجستر لياهو دوت كوم ام اكس ريكورد بتاعه، فيبدا هو يكونكت على ايه، ها، على ياهو دوت كوم عن طريق الاي بي اللي بيجيبه من الدي ان اس، تمام. وهو في حقيقه الامر بقى عشان نبقى متفقين، الاي بي ده بيبقى الفاير وول بتاع ياهو ومعمول بابليش للاكسشينج من وراه، فاكرين ولا نسيته؟ فاهم؟ ما هو يعني ياهو هيحط لك الميل سيرفر بتاعه بريال اي بي على النت، فاهم؟ يعني شايف اللفه عامله ازاي؟ شايف اللفه عامله ازاي؟ يبقى اولا انا هسال الدي ان اس، الدي ان اس اللي انا بساله ده ممكن ما يكونش عنده، تمام؟ فيعمل ريكيرسيف كويري علشان يجيب لي الريكورد. فاكرين ريكيرسيف كويري بتاع الانفرا؟ يسال دي ان اس تاني والدي ان اس يسال تالت والتالت يسال رابع لحد ما يوصل للجلوبال اللي هم الروت هنتس، تمام؟ ويبدا ايه، ها، كل واحد فيهم يرجع تاني اتريتيف كويري لحد ما يجي لي الريكورد ان فلان ده هو الاي بي بتاعه كذا، فابدا ان انا كايش عندي، صح؟ حلو. وبعد كده انا ابعت له اس ام تي بي ترافيك، طبعا ببعت له هيلو الاول، هيلو مسج بشوفه صح ولا لا، لو رد عليا بهيلو يبقى ده موجود معايا، ابدا اديله الميل، هو يحطه في الميل بوكس بتاع الراجل اللي انا عايز ابعت له، سواء بقى بتاع ياهو بتاع هوت ميل بتاع جيميل. في حقيقه الامر انا بكلم فاير وول هناك وهو الاكسشينج متببلش من وراه. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ ماشي. حلو، دي القصه بتاعت الهاب ترانسبورت. ماشي، حته مهمه بس تبقى فاهمها معايا، الهاب ترانسبورت لو جيت وقفت هنا في الاورجنايزيشن كونفيجريشن هاب ترانسبورت، في حته غايه في الاهميه لازم تبقى عارفها. ايه هي بقى؟ اي ميل سيرفر خلقه ربنا في الدنيا علشان يسند ويريسيف، هو الميل سيرفر بيعمل ايه غير انه يسند ويريسيف؟ سند ويريسيف، صح؟ بيحتاج حاجه اسمها سند كونكتور وريسيف كونكتور. سند كونكتور وريسيف كونكتور، حلو. بص هنا لو وقفت على الهاب ترانسبورت اللي موجود في الاورجنايزيشن هتلاقي عندي السند كونكتورز بس، لو وقفت على الهاب ترانسبورت اللي موجود في سيرفر كونفيجريشنز المفترض انك انت هتلاقي ريسيف كونكتورز. مفهوم ولا مش مفهوم؟ تعال نشوف الاول الكبير بتاع السند، سند كونكتورز. علشان تخلي الراجل ده هو يبعت ايميلات لازم تعمل ايه بقى؟ لازم تيجي تقول له نيو سند كونكتورز. ركز معايا، بص، This wizard helps you create a new SMTP send connector on the selected exchange server. مفهوم؟ حلو. هنسميه مثلا ABC. وافتح لي القائمة دي. هتلاقي في حاجة اسمها custom وحاجة اسمها internal وحاجة اسمها internet وحاجة اسمها partner. دول أنواع الكونكتور. يعني انت من الاخر انت عايزني اسند لمين؟ لو انت قلت له كاستم هتلاقيه شارح لك دي عباره عن ايه، لو انت جيت قلت له انترنال هتبص تلاقيه شارح لك دي عباره عن ايه، لو انت قلت له اكسترنال او انترنت هتبص تلاقيه ده عباره عن ايه، لو انت قلت له بارتنر نفس القصه هتبص تلاقيه بيقول لك دي عباره عن ايه. الشاهد بقى من الكلام اللي انا عايز اقوله ان انت لو هتستخدم السيرفر بتاعك انترنال بس، يعني الناس اللي جوه يبعتوا لبعض، مش محتاج ان انا اكريت الاس ام تي بي سند كونكتور ده، مش محتاجه في حاجه، ما احنا شغالين اهو من اول الكورس. انما لو عايزه يبعت بره لابد انك تكريت اس ام تي بي سند كونكتور ويكون نوعه انترنت. ويكون نوعه ايه بقى يا معلم؟ انترنت. خلي بالك
دي ايام ال 2003 كنا بنعملها اول ما ننزل الايه الاكستشينج 2003 عن طريق حاجه اسمها انترنت ميل ويزرد. في حد اشتغل 2003؟ روح كده في جلوبال سيتنجز فوق في ال 2003 اول ما تفتح الكونسول تحتها على طول هتلاقي في حاجه اسمها انترنت ميل ويزرد. لو وقفت على الانترنت ميل ويزرد ده وعملت رايت كليك هيقول لك نيو، امشي معاه كده هتبص تلاقي الخطوات اللي احنا هنعملها دلوقتي. او لو ما كنتش بعمل انترنت ميل ويزرد كنت لازم اعمل اس ام تي بي كونكتور على الراوتنج جروب بتاعي هناك في 2003. الناس اللي اشتغلت 2003 تفهم الكلام ده كويس. هنا في 2007 ما عنديش حاجه اسمها ها راوتنج جروبس، انا عندي هنا حاجه اسمها ايه هاب ترانسبورت، وجوه الهاب ترانسبورت بكاريت سندر علشان استخدمه علشان السيرفر ده يسند ايميلات بره. ماشي، بص اقرا اقرا معايا بقى. انترنت سند كونكتورز ار يوزد تو سند ايميل تو ذا انترنت، يبقى من غيره هبعت ايميلات ليا وهوت ميل ولا لا؟ مش هبعت، صح؟ بص بقى، this connector will be configured to use الدي ان اس ام اكس ريكوردز تو روت ايميل. تو ايه؟ تو روت ايميل. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ يعني لو حد سالك يا سيرفر على ياهو على هوت ميل على جيميل على الجن الازرق، اطلع دور على الام اكس ريكورد بتاع الدومين ده عند الدي ان اس الفلاني. لما اجي اقول له لو حد سالك على الدومين الفلاني اسال الدي ان اس اللي بره. طب الدومين الفلاني ده هوت هو مين؟ دول كتير قوي، دول هوت ميل وياهو وجيميل واي واحد عنده ايميل ادرس واي حد عنده دومين نيم تاني. ولكن مثلا انا مثلا في شركه مثلا اكس واي زد، يبقى انا ات اكس واي زد ده في سي اي بي، ات سي اي بي ده في الاتش اس بي سي، ده مش عارف فين. يا عم اعمل دومين اسمه بطيخه دوت كوم، حد له حاجه عندك؟ فاهم؟ فهتبص تلاقي ايميلات كتير، دومينز كتيره قوي. طب انا عايز اقول للسيرفر بتاعي لو حد سالك على حاجه غير اي بي سي، غير اي بي سي لان ده اي بي سي ده الدومين بتاعنا، فاهم؟ اطلع دور على الام اكس ريكورد عند الدي ان اس الفلاني. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها، فكلمه اي حاجه دي ها كان ليها مسميات كتير عندنا في الكورس. يعني مثلا اي حاجه في الراوتنج تيبل ده اللي هي ديفولت روت 4 اصفار، صح؟ صح. اي حاجه في الدي ان اس كان ايه اول اذر دومينز، اسمها اول اذر دومينز لما كنا بنعمل فورورد، تمام. اي حاجه في الاكستشينج هنا بقى بنسميها ايه؟ استريك. استريك، ماشي. يعني لو حد سالك على حاجه مش عارفها، بص نيكست، بص اهو ايه هو بقى الادرس سبيس. اد اقول له ايه؟ هقول له ياهو، هقول له هوت ميل، هقول له ايه؟ ما اعرفش يا عم الحاج. استريك 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 دي معناها ايه؟ اي حاجه، اي حاجه. نيكست اللي بعديها اعمل ايه بقى؟ ها اعمل ايه؟ اسال الدي ان اس اللي بره، مفهوم كده؟ ولا روت على سمارت هوست زي ما قلت لك. قصه السمارت هوست هديك ليها سيناريو دلوقتي، ماشي؟ لا احنا ما نعرفش يعني ايه سمارت هوست، انا هسال الدي ان اس اللي بره، ماشي؟ حلو. لا ما هو هيسال الدي ان اس اللي بره، الدي ان اس اللي بره ده يطلع له ازاي؟ يطلع له ازاي؟ من الجيت واي، فاهم؟ نيكست. السورس سيرفر اللي هو ميل، السورس سيرفر بتاعي اللي هو ميل اسمه ميل، ها اللي موجود في الديفولت فيرست سايت نيم. شايف هنا؟ شايف هنا الاكتف دايركتوري مهم ازاي؟ ها المعلومه دي جابها منين؟ من الكونفيجريشن بارتيشن، ماشي. وخلي بالك بيقول لك ايه، ان الميل ده بيلعب ميل بوكس وكلاينت اكسس وهاب ترانسبورت كمان. شايف؟ نيكست. طبعا هيجيبها لك ازاي تتعمل بالباور شيل وتقول له فينش، ماشي. ساعات تبص تلاقي دومين معين مهيس، هو مش مهيس، هو حطك عنده في البلاك ليست ما بينك وما بينه سوء تفاهم. يعني انت ولا عندك فيروس ولا باعت سبامز ولا باعت بالك اوف ميلز ولا اي حاجه، وبص تلاقي ان دومين معين كل ما الناس اللي عندك جوه يبعتوا له ايميلات، الايميلات تترد في وشهم. تحصل، تعمل ايه بقى؟ عارف هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تكلم الاي تي بتاع الشركه اللي هناك تقول له حطني في الوايت ليست عندك. ما هو ملهاش حل تاني. كانت بتحصل كتير قوي.
بتحصل كتير قوي. ها طب ايه الحل لو واحد حصل ما بينك وما بينه سوء تفاهم؟ ايه رايك تلعب عليه؟ تلعب عليه ازاي بقى؟ ها لا ايه رايك تعمل حركه ظريفه قوي؟ هو احنا كنا عاملين كونكتور على اي اسم مش عندنا يطلع يسال الدي ان اس صح؟ حلو. بس خلي بالك من حاجه، هو لما اسال الدي ان اس والدي ان اس يدلني على الاي بي، لما اروح اكلمه الكلام بتاعي ده اللي وصل له هناك الاس ام تي بي ترافيك جاي له من اني اي بي؟ الاي بي بتاعنا صح، اللي هو حطه هناك بلاك ليست صح. طب ما ايه رايك نعمل حركه ظريفه قوي، اديني بس انت الاي بي بتاع السمارت هوست بتاع تي داتا او لينك، يعني كلم تي داتا كده قول لهم انا عايز السمارت هوست ادرس بتاعكم، عندهم هو ميل سيرفر تمام اسمه سمارت هوست، وظيفته ايه؟ ان انت بتريلي عليه تبعت له وهو ايه يبعت، فاهم؟ فممكن تعمل حركه ظريفه قوي، نيو سند كونكتور مثلا تحديدا اكس واي زد، اكس واي زد دول ايه؟ انترنت صح. نيكست ات الادرس سبيس لو اي حاجه ات اكس واي زد اكس واي زد دوت كوم ماشي، واي سب دومينز كمان. استنى بس لما نشوف هو ايه، هو اكس واي زد بس من غير ات، اكس واي زد دوت كوم اكس واي زد دوت كوم ماشي. نيكست اعمل ايه بقى؟ بدل ما هتقول له اسال الدي ان اس اللي بره هتقول له ايه؟ روت على صاحبنا الفلاني اد، وهتكتب له الاي بي ادرس بتاع تي داتا مثلا فاهم، او بتاع لينك، فيقوم اي ايميلات رايحه للاكس واي زد ها تترمي على الاكسشينج سيرفر بتاع مين؟ بتاع تي داتا، وهو اللي يطلع، فتروح لاكس واي زد بالاي بي بتاع الراجل اللي هناك. وانا بعمل القصه دي لما بتقفش بلاك ليست، لما بتقفش بلاك ليست على طول. اصل البلاك ليست ده عباره عن ايه؟ انت الايميلات بتاعتك طول ما هي ماشيه في السكه بيحصل لها راوتنج، في كل على كل راوتر ممكن يبقى فيه قدامه سبام فلتر فاهم، محطات كده المسج تقف عندها يحصل لها فلتريشن وبعدين تعدي. المحطات دي بتفلتر ازاي؟ ممكن تفلتر تسكان لو في فيروس ولا لا، تفلتر بير اتاتشمنت، تفلتر بير سايز، تفلتر بير اكستنشن جاي في المسج اكستنشن معينه، تفلتر بير بالك يعني يقول لك مثلا ده الميل دوت مبعوث لناس كتير قوي يعني ممكن يكون اعلان فاهم، تفلتر بير سايز ممكن يقول لك المسج حجمها كبير فاهم. فممكن وهي بتعدي على المحطات دي تدروب عند محطه منها فاهم. دول بقى المحطات دي مشهوره قوي معروفه عالميا يعني ممكن اديك لستة بيهم. فالكونسبت بتاع انك انت اتقفشت بلاك ليست دي معناها ايه؟ ها معناها ان السيرفرات دي كلها سمعت جوا بعضيها ان الاي بي بتاعك ده هو فيه مشكله، لا لو جالنا منه ايميلات ها هنعمل لها دروب. عشان كده بص تلاقي نفسك اوقات كتير قوي انت بتستقبل انما مش عارف تبعت. بتستقبل ليه؟ بتستقبل لان الناس بتبعت لك، مش عارف تبعت ليه؟ لانك بلاك ليست. فبتضطر بقى تخش على دي ان اس ستاف او سبام هوز وتبدا بقى تشيك الايه السايتس اللي انت ممسوك فيها بلاك ليست، تديله الاي بي فبيديك لستة بالسايتات اللي انت ممسوك بيها بلاك ليست ماشي. بالظبط. لا هو هو بيقع الملك بيقع خالص ماشي، بتديله الاي بي يديك لستة بالايه بالسايتات اللي انت فيها ايه بلاك ليست، تبدا بقى تخاطبهم تقول لهم ايه من فضلكم انا عايز اعمل ريموف للاي بي بتاعي علشان انا مش بلاك ليستد. في حاجات بتسمع بعد نص ساعه، في حاجات بتسمع بعد 48 ساعه فاهم، فمش هينفع اقعد الفتره دي كلها واقع، فلابد ان انا يكون عندي حل بديل. حل بديل ايه؟ ان يكون في انذر سيرفر بانذر اي بي هو اللي بيبعت نيابه عني، فبستخدم الاي بي بتاع السيرفيس بروفايدر، الميل سيرفر بتاع السيرفيس بروفايدر ده اسمه بقى ايه؟ ها سمارت هوست، ده اسمه سمارت هوست. لا 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 هو بيوصل له باسمك بس بالاي بي بتاع السمارت هوست ماشي. الكلام ده مش في الكورس، لا ملوش علاقه بالكورس خالص ماشي. صعب الكلام ولا في مشكله؟ فهمتوا يعني ايه سند كونكتورز؟ احنا لسه بعد الصلاه ان شاء الله هنكمل هاب ترانسبورت. في حته مهمه جدا عايزك تبقى فاهمها. ها دلوقتي حضرتك واحنا بنكريت البتاعه دي لما بنيجي هنا في الادرس سبيس تمام،
لما كنا بنكاري الادرس سبيس كان في حاجه اسمها كوست. الكوست دي معناها بريوريتي، فاهم؟ يعني يعني انت دلوقتي لو انت خليت اللي هي الاستريك بكوست 1 واكس واي زد اللي احنا كريتناها بكوست 1، ايه اللي هيحصل؟ هتبص تلاقي ان الاثنين ليهم ذا سيم بريوريتي، فاول واحده هي اللي هتوفر رايد اللي هي الايه الاستريك، فاكس واي زد هتتبعت من ضمن الايه الاستريك. يعني ايه؟ يعني هسال الدي ان اس علشان اوصل، فاهم؟ طب انا عايز بقى الايه السند كونكتور بتاع الاكس واي زد يركب، هخلي الكوست بتاعه اقل زيرو مثلا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لو عندك اتنين سند كونكتور الكوست الاقل بتوفر رايد، بتوفر رايد، او مثلا تخلي دي اتنين ودي واحد، ماشي؟ حتى لو في الترتيب هنا مش مرتبين مش مشكله، فاهم؟ ما هو ما هو الهب يعتبر ايدج لو ما عندكش ايدج. وما بيعملش جوين للدومين وبيكلم الاكتيف دايركتوري عن طريق حاجه اسمها الادم، ماشي؟ لسه هنتكلم فيه، ماشي يا شباب؟ صعب الكلام كده؟ احنا لسه ما اتكلمناش على فكره، لسه ما خلصناش الهب ترانسبورت. ننزل نصلي ونرجع ان شاء الله.